إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام وحجته على عباده السلام عليك يا قائد الغر المحجرين محجلين يا أمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح السلام عليك وعلى جاريك السلام عليك يا من هو أول مظلوم ظلم في الإسلام واغتصب حقه فجعنا بك يا علي يا علي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام ما جت لها السماوات والأرض جبريل نادى بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى قتل الإمام المرتضى قتله أشقى الأشقياء كسديم طول الدهر ثوب المصائب مصاب رقى من غالب أي غالب فيا لك من رزق أطل بروعة فيا لك من رزق أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب غدا أصاب الدين سيف ابن
منهما الجمل وأردى عليا خير ماشٍ وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا فطبق حزنها حزنها فطبق حزنها شرق هابل مغاربي فضجيت عليه الانس والجن بالبكاء بدمعين هطول كالسواغب ساكبي كل ينوح على أمير المؤمنين وينادي وعليا مدارسه أضحت دوارس بعده وليس فيها غير الصدى من مجاوبي تحن حنينا يعملات السواغب آخ آياخ هو المرتضى في نعشه يحملونه أم ساروا به فوق المناكب فيا راكبا ظهر الشملة سر بها مجدا كموض البرق بين السحائب أقم صدرها إن جئت أكناف طيبة يطيب بمعناها مناخ الركائب صاب حولادي ونسوتي بحياتي
بعد الجرحى ينزف
قال له لا بد لك من ذلك. قال اذا كان ولا بد فاسمع يا معاوية. كان والله شديد القوى وبعيد المدى. يقول عدلا يقول فصلا ويحكم عدلا. يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من جوانبه. يوقر العلماء على الفقراء. كان بيننا كأحدنا إذا جنه الليل يتململ تململ السليل من خشية الله ويسجد على حجارة خشنة ثم يبلل التراب بدموعه ثم يتأوه ويقول آه من قلة الزهر وبعد السفر ووحشة الطريق. ويقول أبو الدرداء رأيت أمير المؤمنين بهذه الحال ذات ليلة من الليالي في نخيلات بني النجار. يقول رأيته يدعو الله ويناجي حتى سكنت حركاته وأنينه. جئت إليه حركته فلم يتحرك. قلت والله مات علي بن أبي طالب. فذهبت إلى بيت فاطمة الزهراء. قلت يا فاطمة يا فاطمة عظم الله أجرك في ولدي عظم الله أجرك في علي بن أبي طالب لقد مات والله علي. قالت أخبرني ما رأيت من. فأخبرتها بما رأيته من علي بن أبي طالب. قالت لا يا أبا الدرداء إنها الخشية التي تعتري في كل ليلة من خشية الله. يا أبا الدرداء إن لعلي يوم وليلة غير هذا اليوم. وينك يا زهراء احنا بعد نخاطب غبا. وينك يا فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين من حوله أولاده. مو هذا اللي خرجتينا خرجتين إلى القوم تطالبين به. مو هذا اللي على حسابه أسقط الجنين وأنبت المسمار. تعالي وانظري إلى أولاده من حوله وهم يضجون ويبكون. واعيا وإماما. يقول عامر بن الطفيل دخلت على معاوية فسألني عن علي فأثنيت عليه ثم قال لي كيف حزنك على علي بن أبي طالب. فقلت له يا معاوية حزني عليك كأم ذبح في حجرها ولدها فهي لا تهدأ من البكاء والدموع في مثل هذا اليوم. صاحب العصر والزمان يحوم من مأتم إلى مأتم. كأني به واقف عند باب المأتم على باب المأتم.
وقد وضع رأسه بين ركبتي، وكلما على النداء وعليا نادى واجدت. يقول محمد بن الحنفية: بثنا ليلة الحادي وعشرين من شهر رمضان عند أبي أمير المؤمنين عليه السلام، هذا وقد ازداد ولوج السم في بدنه، حتى إذا نظرنا إلى قدمه قد احمرت احمرارا. هذا وهو يوصي بين أولاده وهم يحلمون حول سريره، هذا ويغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى، ثم ينا ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فلم يشرب ولم يأكل، إلا أنه صار ينادي إلى أولاد وحلا أولاده واحدا بعد الآخر، فيوصي عليهم بما هم أهله، ثم أوصى على أولاد غير فاطمة بأن يطيعوا أولاد فاطمة الزهراء يعني الحسن والحسين. هذا ورأس أمير المؤمنين كل ساعة يكون في حجر أحد أولاده، يكون في حجر الحسن، ثم يفيق أمير المؤمنين ويقول: ولدي حسين، رأسي في حجر من؟ يقول له: يا أبتاه، إن رأسك في حجري أنا ولدك الحسن. ثم ينظر إليه ويقول: وكأني بك مسموما، والسهام ترشق على نعشك. ثم يقول: ولدي حسين، ضاع رأسي في حجر أخيك الحسين. فيأتي الحسين ويضع رأس أبيه في حجره، يفتح الإمام عينه يقول: رأسي في حجر من؟ فيقول الحسين: رأسك في حجر ولدك أبي عبد الله الحسين. فينظر إليه ويقول: يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، تقتل ظمآنا بدار غربة. يا حسين، شني أشوفك في الغافرية والشمر صاعد على صدرك يا ابن الشفية، ويهب روداجك على حر الوطية. أنا من مناد وحسينا، أنا من مناد وعليا. ثم يغمى على إمامكم أمير المؤمنين ويفيق ويقول: رأسي في حجر من؟ يقول الحسين: رأسك في حجر ولدك الحسين. فيقول: يا أبا عبد الله، ادفع رأسي في حجر أخيك أبي الفضل العباس. يأتي أبي الفضل العباس فيضع رأس والده في حجره، يفتح عينيه وينظر إليه يقول: يا أبا الفضل، أنت ساقي عطاشا كربلاء وحامل اللواء. اللهم صاب الهدم ركن الدين ليلة 21 حين الجنة.
جمع أولاده وخد يضم الحسن وحسين وجت زينب وام كلثوم حفل شمال يمين وكل وحدة تحب راسها وبلوعه تخفي بجاهه وصعدت وعاين لزينب ولنها تسيل دمعتها تخفي النحب وام كلثوم مخنوقه بعبرتها ومديده الى الحاره يضمها وبدت نحبتها وقام يسليها وقل شلون سلاها شلون شلون يا ابا يوسف يقول قالها يا ابنة الزهراء يا ابن وحش لا تشعبيني جدش نزل بالعملاك يا الحارة يتلقوني الله يساعد شبويا وبعد ساعة تفقديني قالت مسألة عندي وريد افتهم معناها قول يا زينب قولي تقول امي من تخبرني بمصيبة تجري علي قالها وخلت عيونه وشبده غدت ملوية يا زينب الجين غير بلده قالت إذن اجعل لي من أخواني من يكفلني أريد كافر يلتزم بي قال ها هي أخوانك أتريدين الحسن هذا أخوك الكبير قالت لا يا أبو أتريدين الحسين هذا عزيزك الحسين قالت لا يا أبو قالت إذا قال لها إذن من تريدي اختاري من أخوانك من تريدي فأخذت تتفرس في أخوانها واحدا بعد واحد عثمان جعفر أبو بكر محمد بن الحنفية بينما هي كذلك وإذا بها دارت عينها على أبي الفضل العباس 14 سنة عمرها الولد أخذت بيدي وجاءت به إلى أمير المؤمنين وقالت يا أبا هذا الكافل الذي أريده قال لها نعم ما صنعت يا زينب أنا أبو فاضل ها أولي وقال لها من أخوانك وتختارين لا بأس كل صناديد وشفا العباس وأخذ يده وخلاها في إيد زينب
الله غلى يا ابن فضل وقام عاد يوصي عليه على زينب اوالي يقل له يا عباس يا ابني يا ليث الحريبه اوصيك انا بحسين وبزينب هالغريبه والطفل يا عباس له الماي يقل له يا عباس يا صلى الله عليه وآله وعليكم السلام ملائكة ربي ثم نادى بني حسن إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنقني ثم قال بني حسن علي بفاضل حنوت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه كافور من الجنة جاء بي ذلك الكافور فقسمه قسمين وقال أما هذا فحنتني به وأما هذا فادخره لاياك وإذا بالحسين ينظر إلى أبيه وهو يقول أبي أوليس لي حنوط من هذا الحنوط فقال بني أبا عبد الله أنت حنوطك تراب كربلاء أنا من مناد وحسينا ثم قال له ولدي أبا محمد ثم أضعني على سريري فلا يرفع أحد المقدم حتى يرتفع بنفسه إنما أنت مرفع المؤخر وأينما وضع المقدم فضعوا أنتم المؤخر ثم صل علي يا ولدي يا حسن وكبر علي سبعا واعلم أنه لا يجوز إلا على ولدي إلا على رجل من ولد أخيك الحسين يخرج في آخر الزمان يقيم عجاج الحار ثم نح السرير يا ولدي يا حسن فستجد قبرا محفورا ولحدا مشقوقا وساجة مكتوب عليها هذا ما ادخره النبي هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي ثم غشي على إمامكم أمير المؤمنين رحم الله من نادى بأعلى صوت وسيدا ثم التفت إلى أبي محمد الحسن وإلى أبي عبد الله قال وصيتي إليكما أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء سوي منها وقولا للحق واعملا وقولا للحق
اعملا للاجل كونا للمظلوم للظال كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اوصيكما وجميع ولدي وابني ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم. واوصيكم بصلاح ذاتي بصلاح ذات بينكم فاني سمعت حبيبي رسول الله يقول صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام. ثم قال غلّا في الايتام فلا تغبوا افراهم فلا يضيعوا بحضرتكم. هلا هلا في الصلاة فإنها عمود دينكم. هلا هلا في بيت ربكم لا تخلوا ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. هلا هلا في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. هلا هلا في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. هلا هلا في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وأمروا ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا. تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتل النبي إلا قاتلي. فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. عظم الله أجوركم. ثم التفت إلى أهل بيته واختلجت شفتاه بذكر الله وهو يقول حفظكم الله وسلمكم الله. يقول محمد فنظرت إليه وإذا بجبينه يتصبب عرقا. قلت له أبه ما لي أرى جبينك يتصبب عرقا. قال بني إن المؤمن إذا نزل به المراد يتصبب جبينه عرقا. ثم أنه التفت إلى أهله وقال في أمان الله واختلجت شفتاه بذكر الله وأخذ يتلو القرآن. ثم أنه مدد رجليه وأسفل يديه واستقبل القبلة وشخص بنصره علي.
ذاك الفراش وأبناؤه ينظرون إلي ويودعون إلى أين وضعوه على المغتسل وزينب تنظر إلي تقول يا حسن شيل عمامتك وشد الجرح يا حسن يا نو يا حسن يا حسن يا حسن يا علي يا علي وهداي وهداي قلب والدي وشد الجرح المباركة الفاتحة
يسبقها.